متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية، بحمد الله هطلت أمطار كانت جزء منها غزير خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم فوق المناطق الوسطى من المرتفعات الجبلية الغربية للمملكة وشملت مدينة الطائف والمناطق المحيطة بها بحمد الله. خلال 48 ساعة القادمة يتوقع أن تحدث بعض التغييرات بشأن الأحوال الجوية. بداية يميل الطقس الاستقرار خلال الأيام القادمة بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس في مناطق مختلفة من المملكة، مع بقاء الفرصة مهيئة للأمطار الرعدية فوق المناطق الغربية فوق المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة، لكن فرص هطول الأمطار تضعف بشكل لافت فوق باقي المناطق. على الجانب الآخر، من المتوقع أن تنشط الرياح الشرقية في الرياح الشمالية في المناطق الشرقية من المملكة كما نلاحظ اعتبارا من ظهيرة كل يوم. هذه الرياح تسمى رياح البوارح وهي تهب بشكل موسمي في كل عام في مثل هذا الوقت، وهي عبارة عن رياح قوية تهب من الأراضي العراقية مرورا بالأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة بما فيها دولة الكويت، وأيضا تصل إلى المناطق الشرقية من المملكة. في بعض الأحيان تلتف هذه الرياح باتجاه العاصمة الرياض وتجلب معها موجات غبارية كثيفة تكون بالعادة مترافقة مع ارتفاع في درجات الحرارة في بعض الأحيان. فيوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تنشط هذه الرياح والرياح البوارح في المناطق الشرقية للمملكة، تثير الأتربة والغبار على شكل موجات غبارية. طبيعة هذه الرياح أنها تهدأ مع ساعات المساء والليل وتنشط أكثر شيء مع ساعات الصباح والظهيرة، فكما تلاحظ هذه الخريطة تشير إلى هدوء تقريبا نسبي في الرياح مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، بعدما تكون نشطت السرعة مع ساعات نهار يوم الثلاثاء كما تلاحظون. يوم الأربعاء تكون هناك زيادة أكبر في سرعة الرياح بمقارنة ما كانت عليه يوم الثلاثاء، يتوقع أن تكون رياح نشطة مع هبات قوية. تنتقل هذه الرياح تقريبا أكثر نحو الغرب، وبالتالي تشمل مناطق حفر الباطن بصورة أكبر ومناطق واسعة من شرق المملكة بمشيئة الله تعالى نهار يوم الأربعاء. أيضا تشير خرائط الغبار إلى ذات الشيء، فمع ساعات نهار أو نبدأ مع ساعات مساء هذا اليوم موجات غبارية في المنطقة الجنوبية الشرقية للمملكة، ولكن نذهب إلى غدا نهارا كما تلاحظوا إذن على طول الواجهة الشرقية من المملكة هناك موجات غبارية متوقعة قادمة من الأراضي العراقية والكويتية، وبالتالي يتوقع أن تكون هناك تدني لمدى الرؤية الأفقية على طول هذه المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الأربعاء فنلاحظ اتساع رقعة الغبار أكثر، يشمل مناطق حفر الباطن كافة المناطق الشرقية من المملكة حتى بمفاتيح دولة الإمارات وسلطنة عمان، كل ذلك نتيجة هذه الرياح الشمالية الغربية والتي تسمى برياح البوارح وتنشط في مثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات المحلية من أمطار، درجة الحرارة هذه الليلة 25 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. نهار يوم غد تستقر الأجواء في مختلف المناطق لكن تبقى الفرصة مهيئة لزخات رعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. نصارى زاوية درجات الحرارة نبدأها في المناطق الشمالية إسكاكا من 34 إلى 20، في تبوك من 36 إلى 23، في عرعر من 33 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في جدة من 37 إلى 29، في المدينة المنورة أجواء حارة تصل درجة الحرارة غدا 42 درجة مئوية والصغرى 30، في مكة المكرمة 42 إلى 31 درجة مئوية، أما في الطائف فتكون من 30 إلى 22 درجة مئوية. تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق منطقة الطائف. في جبال جنوب غرب المملكة في الباحة من 28 إلى 22 درجة مئوية، في أبها من 29 إلى 19، أما في جازان من 36 إلى 32، وتبقى الفرصة كما ذكرنا مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. في الإحساء من 37 إلى 24 أجواء قد تكون مغبرة بعض الشيء في كمن الدمام وحفر باطن، من 35 إلى 27 في الدمام، من 36 إلى 23 في حفر الباطن. المناطق الوسطى في العاصمة الرياض 37 إلى 25، في القصيم من 38 إلى 24، أما في حائل من 34 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الثلاثاء من 37 إلى 25، يوم الأربعاء من 36 إلى 24، أما يوم الخميس تبقى ذات الشيء من 36 إلى 26 درجة، وبالتالي الأجواء مستقرة بوجه عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة. دائما ندعوكم لتحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد أو زيارة موقعنا الإلكتروني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.